وسط الملعب بالنسبة لفهود المجمع، تمريرة جميلة وذكية المراوغة، مندي أيوه انطلاقة وحضور وكذلك تصدي، أغلق المرمى أمام سكالا. صوت جمهور الأهلي يردد اسمه الآن، لقد نجح في إغلاق المرمى ونجح في استعادة الكرة أمام سكالا. تحرك من جديد مع سيمان، لمسة مع كيسة، عادت الكرة لمصلحة فيرمينو، جابري فيجا، لمسة ذكية بعيدة عن المرمى تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة الفيحاء. 73 دقيقة، مندي أيوه تصدي في هذه اللقطة، كانت الفرصة مواتية متاحة لسكالا أمام الزامبي. يظهر إدوارد مندي في هذا التصدي.